ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. تأتي بآية ملكت جبتي مرتعو تقرب لهم طبعا حجي خلاص أما جرى شابس بحمالي تقول دايس خام مرتعو بره نقريها تقرب له زلها ناب قويت أم التملسو انتهي بلا الله سبحانه وتعالى زيوم سبعة زيوم فبشر عباد زملس يلن هو زلو أصلا سلزيل فالله سبحانه وتعالى بعلو يملسو مالتي لله الواحد القهار الذي قهر كل الخلائق. فالله سبحانه وتعالى يقول اليوم تجزى كل نفس بمجموعة ويكعب جاندا بجملة يكون أنت إذا زخون تخون نفسي كل ننتا زس السرحاته نوع ياخت وسد مالتي. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا طيبا مباركا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله فصلاة ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد خبركم أحوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو إن شاء الله تعالى سورة الصاد كاب آية مبل أربع عن حدن كنت سرينا إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب يعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار
واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار إن شاء الله تعالى لم زنز قرأنا آيتات دعاء كنفسر كنتننا الله سبحانه وتعالى بدقف حجز مسانا خون دقمنا دقاقمنا دعانا نب الله سبحانه وتعالى نقرب إنه الله سبحانه وتعالى أبزون قل خفتي زنتا نيتوم زحالفوا أنبياء بحتر زبالي التقاقصة يتقصلنا مالتي ኩሉ ከም መዘኻኸሪ ስለ ዝኾነ እዛ ሱራ እዚኣ ኣብ መካ ዝወረደ ሱራ ኢልናያ ማለት እዩ እቲ ኣብ መካ ዝወረደ ሱራ እውን ካብቲ ትሕዝቶ ናቱ እንታይ ነይሩ ማለት እዩ ታሪክ ናይቶም ዝሓለፉ ልኡኻን ናይቶም ዝሓለፉ ኣንብያ ናይቶም ዝሓለፉ እማታት ይጥቀስ ነይሩ ምክንያቱ ኣብነት ንክኸውን ንመን ንነቢና ሙሓመድ ለ ላ ለ ሰለም ሰዓብቲ ነቢና ሙሓመድ ለ ላ ሰለም ከምኡ ውን ነቶም ዝኸሓዱ እውን ኣብነት ክኾኖም ምክንያቱ ኣብቲ ወረን ኣብቲ ዛንታን ዝተ ዝነበረ እቶም ኣመንቲ እቶም ሰዓብቲ ኣንብያ ነቲ መንገዲ ክጓዓዙ ዝጓዓዝዎ ዝነበሩ መንገዲ ብትዕግዝቲ ክሓልፍዎ ከም ምዃኖም ኣብ መጨረሻ እውን እቲ ዓወት ንዕኦም ከም ምዃኑ ዘረጋግፅ ስለ ዝኾነ ወላ እውን እቶም ሙሽሪኪን እቶም ዝኣበዩ እቶም ምኽታል ዝኣበዩ እውን እዚ ዛንታ እዚ እዚ ታሪክ እዚ ንዕኦም እንታይ ሂቦም ኣሎ ማለት እዩ ኣብነት ሂቦም ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ታሪክ ኩሉ ግዜ ተደጋጋሚ እዩ ወዲ ሰብን ጠባያቱ ዳርጋ ቅድሚ ኣሸሓት ዓመታት ዝነበረን ሕጂ ዘለውን እቲ ባህሪ ናይ ወዲ ሰብን ኣይተቀየረን ኣኑ ፍጡር ወዲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝፈጠሮ ስለዝኾነ ፍጡር ኣላ ስብሓን ወተዓላ ስለዝኾነ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን ንወዲ ሰብ ፍልይ ዝበለ ባህሪ ገይሩሉ እቲ ዝሃቦ ኣእምሮን ዝሃቦ ዓቕልን ዝሃቦ ልብን እቶም ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ትቕፅል ዘለዉ ንሱ ሓደ ስለ ዝኾነ እቲ ባህሪ ተመሳሰለ ስለ ዝኾነ እሞ እንታይ ይኸውን ኣሎ ንዓና ማለት እዩ ሕጂ መለበሚ ይኾነና ማለት እዩ እቲ ታሪክ ክንገረና ከሎ ካብኡ ኣስተምህሮ ወሲድና ካብኡ መለበሚ ክንጥቀም ይግብኣና ማለት እዩ ላ ስብሓን ወተዓላ ሓደ ካብቶም ኣንብያ ዝጠቐሶም ነብላ መን እዩ ነብላ ኣዩብ ዓለይ ሰላም ኣዩብ ዓለይ ሰላም እውን እቲ ዘጓኖፎ
ابትላ ወይ ከዓ ፈተና ፍልይ ዝበለ ፈተና እዩ ነይሩ ማለት እዩ። እሱ ከዓ ኣብ ኣካላቱን ኣብ ነፍሱን ዝወረዶ ናይ ሕማም ሽግርን ናይ ብውሽጡን ብግዳሙን ኩሉ ቆሲሉ እሞ ከዓ ክሳዕ ሰብ ዝፍንፍኖ ኮይኑ እሱ ከዓ ቅድሚ እዚ ናብራ እዚ ጥዑም ናብራ ፅቡቕ ናብራ ሃብትን ውላድን ጥሪትን ዝነበሮ ነይሩ። ላኪን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብ ፈተና ከውድቆ ከሎ ንወዲ ሰብ ስለምንታይ ኣብዚ ውዲቕካዮ ስለምንታይ እዚ ዓይነት ፈተና ወሪድዎ ይበሃልን እዩ። ፈላ ስብሓን ወተዓላ ትዕግስቲ ናይ ነብላ ዳውድ ናይ ነብላ ኣዩብ ንዕኡ ኣብ ፈተና ንኸውዕል ኢሉ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እንታይ ገይርዎ ማለት እዩ ኣብ ሕማም ኣብ ድኽነት ከም ዝወድቕ ገይርዎ ማለት እዩ። በል ኩሉ ሰብ ፈንፊንዎ ነፍሱ ክሳዕ ብግዳሙ ቆሲሉ ብውሽጡ ሕማም ኮይኑ ካልእ ሰብ መሲሉ ሰብ ካብኡ ርሒቑ ወላ እውን እቶም ቀረባ ቀረባ ዝነበሩ ኣዝማዱ ይኹኑ ወይ ከዓ ዘፍቅርዎን ዝፈትውዎን ዝነበሩ ኩሎም ካብኡ ርሒቖም ማለት እዩ። ጥራይታ ሰበይቱ ንሳ ተሪፋ ማለት እዩ ንሳ ትከናኸኖን ንሳ ትሪኦን ተብልዖን ተስትዮን ነራ ማለት እዩ። እዚ ጉዳይ እዚ ክሳዕ ክንደይ ዓመት ቀፂሉ ክሳዕ 18 ዓመት ዝኸውን ብከምዚ ቀፂሉ ማለት እዩ። ፈላ ስብሓን ወተዓላ ከምዚ ገይሩ ንነቢላ ኣዩብ ከምዚ ዓይነት ሽግር ኣውሪድሉ ማለት እዩ። እቲ ሰብ እውን ኣብቲ ግዜ እቲ ካብቲ ውሽጢ ዓዲ ርሒቑ ኣብ ርሑቕ ቦታ በይኑ ከም ዝሰፍር ገይርዎ ማለት እዩ። ምክንያቱ እዚ ሕማም እዚ ወሪድዎ ዘሎ ንኣዩብ ሲ ዘፈንፍን ሕማም ገይሮም ወሲዶሞ ማለት እዩ። ፈስብሓና ላህ ጠብዓ እዚ ሕጂ ትሪኦ ኣለኻ ኩሉ ሰብ ካብኻ ርሒቑ እቲ ሕማም እናቐፀለ ይኸይድ ማለት እዩ። ናይ ሓደ መዓልቲ ናይ 2 ዓመት ናይ 3 ዓመት ዘይኮነ ክሳዕ ክንደ ዓመታት ቀፂሉ ማለት እዩ። ክሳዕ 18 ዓመት ቀፂሉ ማለት እዩ። ፈላ ስብሓን ወተዓላ እዚ ሰብርን እዚ ትዕግስትን ክሳዕ ክንደይ ከም ዝነበረ ንዓና እውን ሕጂ ኩሉ ግዜኦም ክጥቀስ ከሎ ሰብሪ ኣዩብ ይበሃል ማለት እዩ። ኣኑ ከም ነቢላ ኣዩብ ሰብርን ትዕግስትን ዝገበረ የለን። ወذኩር ዓብደና ኣዩባ ዓብደና ኣዩብ ባርያና ማለት እዩ ኣዩብ ዓለይህ ሰላም። እዚ እውን ዘኩር ረኢኻ ያ ሙሓመድ ክዝክሮ ከለኻ እውን ብሰናይ ብጥዑመ ዝኻኽራ እውን ዘኩር ረኢኻ ነቶም ሙእሚኒን እውን ኣዘኻኽሮም ኢኻ ትዕግስቲ ኣድላየ ከም ምዃኑ ትዕግስቲ ዝገበረ ሰብ እውን ኣብ መጨረሻ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክዕውቶ ከም ምዃኑ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እዚ ነገር እዚ ንገሮም ኢኻ እዩ ዝብሎ ዘሎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ። እዘን ኣብ ዛንታ ናይ ነቢላ ኣዩብ ተቐንዲ ነጥቢ ዘላ ማለት እያ እንታይ እታ ናይ ትዕግስትን ናይ ሰብርን ጉዳይ ትኸውን ማለት እዩ። ፈለማ ቃሉ ነቢላህ ኣዩብ ዓለይህ ሰላም ድሕሪ 18 ዓመት ምስ በፅሐ ኣብ መጨረሻ እቲ ጉዳይ ደዊሑ ምስ ረኣዮ ኩሉ ስቕዩ ዝሓልፎ ነይሩ። ሓታ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እቲ ወሪድዎ ዘሎ ዱዓስ እቲ ወሪድዎ ዘሎ ሕማም ኣላ ስብሓን ወተዓላ የልቅቐለ ኢሉ እውን ዱዓ ገብር ኣይነበረን ማለት እዩ። ላኪን ለማ ደዓ ወቃል ኢኒ መሰኒየ ኣضሩ ወአንተ ኣርሓሙ ራሒሚን ዱዓ ምስ ገበረ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እስተጃበ ዱዓ። ላኪን ቅድሚኡ እንታይ ዝብል እንታይ ይኸውን ነይሩ ማለት እዩ ኩሉ እዚስ ረቢ ዘወረዶ ስለ ዝኾነ ኢሉ ብትዕግስቲ ተፀሚሙ ይሓልፎ ነይሩ ማለት እዩ። ወላ ዝኩሉ ሽግር ወሪድዎ ከሎ ሽግር ናወረዶ ከሎ ይፅመም ነይሩ ማለት እዩ። ፈከማ ቃል ላ ስብሓን ወተዓላ ፊ ኣየት ልአንብያ አኒ መሰኒየ ኣضር ወአንተ ኣርሓሙ ራሒሚን ወቃለ ፊ ሃዚህ ሱራ إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب فهو بين حاله حتى الله سبحانه وتعالى حجفت لنا أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أو أبز آية زي أني مسني الشيطان بنصب وعذاب فهو بين حاله فقط يعني وأنت أرحم الراحمين يا رب تري الله أنت أرحم الراحمين حتى ما طلب أنت أيوتي زدلي زلو هلتم ولادكم اللسو غنزبوكم اللسو طريتكم اللسو طعنوكم اللسو أي تقسل لكنه بين حاله. هذا نوع من أنواع الدعاء فقط تبين حالك. الله سبحانه وتعالى أعلم بحالك وتني أخاف وطيه. لكن توجه هذا النبي الكريم إذا النبي الكريم إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب
وعذاب في هذه وسيرة الأنبياء أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يا ربي أنا زوري دون زولو أوكي زوري دون زولو شقرت رئي لخا صاد ما بعل رحمة يا خابعل عبد رحمة يا خيلو تقول داين الله سبحانه وتعالى قريف هو مالتي وطبعا هنا نعم يعني من باب الأدب مالتي زون طبعا الله من يتحمام زمس حمام الله سبحانه وتعالى يزول زخونة شقرت بقدرنا من قدره نعم الله سبحانه وتعالى لكن خل جيزي كي نقر نمني خاطر تصقعه إما ناب شيطان أو كأن نسخاب على خاطر قاقة خي تكون الله مالتي لكن أدبا الله سبحانه وتعالى سخان نخا حميم كان نسخا سلزة ورد كان نسخا خمس غير كان نلكا يعني هو الله سبحانه وتعالى الإيمان بالقدر خيره وشره الأصل من الله سبحانه وتعالى لكن لا تنصب الشر نبع الله سبحانه وتعالى تأكي كتسقعي بالكان تأكينا بالله سبحانه وتعالى يتسقعون إما كاب شيطان كتب لك ويك أخب نفسي يزمسي بقيقات تقوز بقيقات يزمسي نلكاون تسكموا مالتيو فمن باب الأدب أبزيون أني مسني الشيطان بنصب وعذاب قالوا النصب وقالوا هو ما ينزل في البدن أب أكلاتوز وردوا مالتيو والعذاب قالوا هو ما كان في المال والولد قسموه أنه بنصب وعذاب كلاهما على كل حال التي ورد وزولو أتي ناي نفسه حما من تشقر وزولو مالتي وما نزل عليه من العذاب أي من العقاب أتي ناي ولادون ناي مالون مسآنو فالله سبحانه وتعالى خمس غير دعاء ناي أيوب مسمعون انتهي الله سبحانه وتعالى قال له أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فأمره الله سبحانه وتعالى مجد مريا انتهي لو مالتي بقر خاقر كان الزي مريا تزيهر أمي لو مالتي أركض برجلك مع أنه كان في هذا الوقت حميمين يرو دخيمين يرو والحان تقبر رأيك إذن يرو مالتي لكن الله سبحانه وتعالى كل جيزيون تي سب الله سبحانه وتعالى تلا أزيزك عليك أن تفعل يعني هذا سبب وهزي إليك بجزع النخلة يعني جزع النخلة لهم حجي أيكونن سبيتي سب أي ملؤون مزيو نغنق يبلون إن قربنا يتمري أيكونن لكن هو من باب الله سبحانه وتعالى أسباب قبرب لك أسباب تقبر لك هو الله سبحانه وتعالى قادر أخل طلب رب بلا لا نيرون مريم عليه السلام والنبينا أيوبون الله سبحانه وتعالى كي تحت سبب تماي ولاون بأقرغ يهارم أخلون انتهي محو يونيرو لكن الله سبحانه وتعالى قال قرات سبب تقبر يئز زكايو فانت تاخذ بالاسباب بتاع الله سبحانه وتعالى سبب زغبرو انت رأى نت سببتي كم سبب تتقيم كالو هذا مطلوب لكن لا تتعلق كذلك بالسبب سبب السوء ترى لي ترخبه اي كون يختبلون يا بالكان لانه تسبب سببكم مخان اختفلت على كذا امر السوء قندي جبارن قرافنا يكونن مالتي فالله سبحانه وتعالى أمره أن يضرب برجله بأقرو قيرو نتمريت كهرم مالتيو كفحترو مسفحترو انتهي وطي مالتيو ماي نتيعو مالتيو قيل أنه أنبع له مكانين اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب تحادي محصبي تحادي زستي مالتيو فأمره أن يشرب كاف تحادي خستي تي ناي وشتي حمامه بؤه يوطئن يحاول مالتي اتي ناي قدام حمام كاء مغتسل مستحط صبخاء انت يخون مالتي تي حمامه يخدلو تعانت خاء نعم نتا انت شمو خينا مالتي نتا مستي دست يلا اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب طبعا بعض الناس قال لي أبون تابلو أبلو حجي تي ما يزحل من قزاء رسول نطعنا يبلوها مالتيو طبعا بعضهم يستدل بهذه الآية الله سبحانه وتعالى تشفاء زقبر له نبي الله أيوب عليه السلام تي ما يكتعصخ له ما بارد سلزبره ما يزحل سيخ اللي قزي طعنا إلى أنبر حمام آية نتسنيو لأن الله سبحانه وتعالى وصفه لمن لا أيوب مالتيو سلزح حجي قرر ما تسأل لهم ما يتوحل لكم تايد حسبه إذا ما كان يوجد جرح علاج إذا وجد جرح الأفضل ما
اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. طبعا ذكروا يعني قصة ابن جرير الطبري أن نبي الله أيوب عليه السلام بلاءناته عشرة شمنت عامت كم زنبري كمون كل سبب كابو خمز رحقي تقيس مالتي. فطبعا نوح قزي قتلوا نوح مسكت عليه كل سبب درجة كابو رحقوا فوتو زنبرن زي فوتو زنبرن كله كابو رحقوا مالتي. لكن طبعا من تريف نيرو مسؤ مالتي سبيتو نعو تخدموا نيرا تي كتقلبوا وتبرعون كتستيرون انتي تكبر نيرا مالتي داسب غزا انداسب الناس راحت تقلبوا تبلعون نيرا مالتي. ابزي وان زون يقال انه جيجا غيرا ويكا نسو زخريو نعو غيرا مالتي انتي لو مالت تاي محيلو انت لا حاويس كريك اسرح كيميتي جلد اخ جلد كيلوا قيل طبعا انتي غيرا قال خفتي. طبعا هذا ما ثبت بالسنه لكن من الاسرائيليات قون خيل شوغرا قريطا شيطاتو نعو مقبخه تمصالو مالتيو فمسحتتا انت يركب سبلا قالت انا شيطه الى مالتيو مشطت دماني خلاص سلم انت يلو خري مالتيو لانه ملكنا يقال السيد سلازخونه قال كافتا اكالا سلاز شيطات دماني اخريو مالتيو. فقال انت دعا حاوية ميتي مقرف سجل داخل جلد كيلواني روم على تيو. فالله سبحانه وتعالى طبعا كحوية ومسدلية ملكعو طبعا تغيري نيرو ملكعو تغيري نيرو خالق سبي مسيب نيرو على تيو حجي إنسا كل جزية أفتبوتا من سيان تأت قبر نيرا مقبح ذاته لو تمتس زاد ليو نقر تقبره له نقنا وانت من لست خيط تملها لسياني را مالتيو حجي مسمتس تافتي قزياؤون اي رخبتو المالتيو حجي تأبي الاخي لي ومنال باشن كالك الواتسيو قال يخووني لا خدو لي اخوت نادي وخيلا مالتيو حجي بتي حادة شنخ حادة سب اي كمتس رئاتو مالتيو. فمس رأيتو تبلو يا اخي ازي حموم سب اي نبي الله ايوب سي اي رأي خايا اندو بزي ولا بتعنو خلو كلك نعخاي نعخاي زمس النيرو تيلاتو مالتيو. طبعا نصيحة حجي اي فلتات طبعا ابيكم زخده هو الله سبحانه وتعالى بزازو تحاسبو تبيلو حاويو متيوا مالتيو. فقال لا انا ايوبلو نغيروا مالتيو خنتايكم زغبري الله سبحانه وتعالى وحيكم زوردلو خنت شافيو نغيروا مالتيو. فالله سبحانه وتعالى ترايزي كونن تي ذهبو تعنو مليسلو ابرسيو نتاي مليسلو مالتيو. يقول الله سبحانه وتعالى ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. الله سبحانه وتعالى تعنا بريسلو تعنا والبسو نقناون طبعا تهم ولاد كلهم سئنوا من يرو. قيل أن الله سبحانه وتعالى أحيا له أولاده أصلا تهم ولاده تهم زموت نسهم الله سبحانه وتعالى نعوهم أحوي له كندهمون وسخوا مالتهم اتمال ذهابون. الله سبحانه وتعالى قيل ان نبي الله داود نات حسب خلو الله سبحانه وتعالى انت يريد له قيل في روايه انه انزل له مثل الجراد كم انبطا ورقي كسكس له مالتي الله سبحانه وتعالى. فانت خبر جميروك روى الامام احمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب عليه الصلاة والسلام يحثو في ثوبه نزي أبكدان خلوخ أكوب جمير مالته. فناداه ربه عز وجل يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى أنس كم زيادة له هبك أيهابك خاندي. فقال
قال عليه الصلاة والسلام بلى ربي ولكن ولكن لا غنى بي عن بركتك ولكن لا غنى بي عن بركتك أنا خفت برك عن أحكا يأخلني بلن يا أنس وسخنت برك عن أحكا يفتو إلو مالتي فالله سبحانه وتعالى أتي زنبر هابتي كمن دقنا تاجروا مالتي وسخون دبلون مالتي ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب طب أن الله سبحانه وتعالى أحياهم النا زون كان من تاي هو طلب رحمة الله وأنت أرحم الراحمين له فالله سبحانه وتعالى من رحمته ترحمانات تري تعن زيكن ملسل تري ولاد نت درب درربون وسخ ل مالت الله سبحانه وتعالى ترحمانات كل ز ت نت زرك ل حقي صبر لك تعقسن لك ين أن الله سبحانه وتعالى سيعوضك خيرا مما مضى كفت زحلف زيادة ير الله سبحانه وتعالى درب تكألك ي تعقس صبر قبر تمم دأنبر الله سبحانه وتعالى بعل عبي رحمة سل ن صبر قبر الله سبحانه وتعالى نت قبر مالت تك ي ففي أولا هنا قال الله سبحانه وتعالى أولا إذا ذهبنا رحمة من عندنا وليس من عند أحد وليس لأحد فضل عليه مع أن بعض الصوفية يبلو أيوب لما دعانا عند بلوته استجابه الله إجلالا رفعتنا طبعا هذا من أقوال الصوفية يعني أيوب سي نعنا دعاء غير متصوع عنا الله سبحانه وتعالى شعوه دعاء ناتو كأمل لسلون عنا سلز فتوى أيوة الصوفية نعم لأن نتي سيدنا سفيان أسل تصوع أيوب حبيب لخا مالتي طبعا هذا من يعني تفاهت نايتهم ناي سفيان مالتي إيكا مالتي فالله سبحانه وتعالى هنا قال رحمة من عندنا هو دعا الله سبحانه وتعالى فاستجابه الله فاستجاب دعاءه قال رحمة منا زد حاليه وذكرى لمن لأولي الألباب هنا يتذكر أولي الألباب تم لبزلهم تم عقل ذهابهم الله سبحانه وتعالى توم لبامات إذ انت يخونهم حج نعوهم مفهمي ملبمي صبر زقبر سب الله سبحانه وتعالى موطئ قبر اللي فره رب زخونه الله سبحانه وتعالى انت قبر اللي مالتي أبشر أجخا مالتي فاعلم أن عاقبة الصبر هو الفرج كل كذي ناي مدمدم تعقستين تايو فرجا أيو كفتي سبب أخت وتصيخة لكن صبر ترى عليك قبرك نجاح أي تتصبع فرجاون قلت في خمس إلك أي تتصبع مالتي والصبر أمر من الصبر كما قالوا طبعا الصبر أمر من الصبر تا مالتي صبري كم من تاي تمرر كفتا مرر صبري الصبر هو عندهم زي انت ايش هو صبر صغرتي بعدنا صبر صغرتي اليوم نبلوه هو الصبر هو الصبر ويقع عري عري بعدنا عرز بكان عوم على تيو اذا انت صبري كاب عري تمرر سلازو خونت كل سماك الاني سكماك الاني مالتي ولذلك اجر المناتا عظيم غيره الله سبحانه وتعالى قليل سلازي كونت اجر ناتاتي فداء ناتا الله سبحانه وتعالى انت غير الكمالتي عبي غير الكمالتي نعم وينال الصابر أجره بغير حساب الله سبحانه وتعالى أجرناته تعسبناته خبو خلو خيط أبصب خيق وصر إزبو مالتي كي سفر أبو خلو انت رأى وصل خلو تبعي لك خيط سفر لك انت رأى وسيدك كبز بلس انت يالو فالله سبحانه وتعالى أبو خلو خيط أكنا بك مالتي زيت أدن بلخ حج يعني قطر زيت خلو يكأخذ صبصبو زيت خلو فقال لذلك طبعا ازيتي وذكرى لاولي الالباب اما بالنسبه زمحلا مالتي تا صغرا قريصا وي كا غلغيغا نيرانيرا طبعا انت الوانيرو مالتي انت حاويس كريك اسرح كيلو 100 جلد لو اخي الوانيرو مالتي طبعا حجي مسحوي زاس بزيا تذكبرو زنبرت نعسرت شمون تعمل زخون تاليونيرا مالتي أبزع أسست شو مونت عامد حنس أتزجاج يا مو حجس بزاج يجازي قطعة كبيدات تو مالتيو
والله سبحانه وتعالى ون ز نر ز سل زرأي ت نر نت جرل ملت ي رحمه وخفف عنه فقال له وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب وخذ بيدك ضغفا ملت نت ملت ي ጥማር ወይ ከዓ ሚቲ ጥማር ማለት እዩ ሚቲ ጨንፈር ዘለዎ ወይ ከዓ ሚቲ ሽምራኽ ዘለዎ ማለት እዩ ወይ ከምዚ ናይ ተምሪ ሪኢኻ ለካ ሓጂ ክንደይ እታ ሽሙ ሒ ዘሎ መጅሙዓ ዳርጋ ሚቲ ዝኸውን ስለ ዘለዎ ከምኡ ዝመስል ማለት እዩ ፈኹዝ ከምኡ ጌርካ ጠሚርካ ብሓንሳ ሚቲ ምፃየን ብኣ ሓንሳ ገፋ ኣበላ ኢለዎ እዚኣ እንሻ ላ እታ ዝመሓልካያ ምእንቲ ተክፊር ከይተድልየካ ወላ ታሕነፍ ወይ ከዓ ነታ ማሕላኻ ከይትበላሸወካ ማለት እዩ ፈበደል ኣን የኽሰረ ቀሰም እቲ ማሕላናቱ ንኸይኸስር ኣላ ስብሓን ወተዓላ እንታይ ገይሩሉ ማለት እዩ ኸፊፉምሉ ማለት እዩ ሚቲ ሚቲ መግረፍቲ ክገድፈክያ ሚቲ ክትከውን ማለት እዩ ምክንያቱ ኩለን ጠሚሩ ድርቂ ኮይና ወይ ከዓ ብሓንሳ ተኣኻኸባ ናይ ጨናፍር ናይ ገረብ ገለ ኣክብክባቢሉ ብኡ እንተ ደኣ ወላ ናይ ሳዕሪ ኮይኑ أي هسياني مالت ي نهي لوم درسنا بزي فم أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يعيذنا من عذاب النار وأن يدخلنا الجنان بمنه وكرمه ورحمته يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون